السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. دائما أسمع في الحوارات والمناقشات العقائدية أو الحوارات بصورة عامة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات التلفزيونية، دائما أسمع الطرف الوهابي الناصبي دائما ما يحاول أنه يقلل من شأن أهل البيت عليهم السلام. فأقول بهذا الخصوص، قالها قبلكم يزيد ومعاوية، قالتها بني أمية بأنهم يريدون أن يقضوا على الإمام الحسين عليه السلام وعلى النهج العلوي، النهج الفاطمي، النهج المستمد من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. وأقول قول السيدة زينب عليه السلام لكم: والله لن تمحو ذكرنا، والله لن تمحو ذكرنا. وهذا هو موضوع الفيديو أخواني أخواتي. دون شاهد هذه المقاطع الراقية جدا من أفريقيا، من برشلونة، من لندن، من أمريكا، من كندا، من شتى البلدان، وبلدان ما قدرت أنه حتى ما يكون الفيديو طويل جدا، حبيت أنه انتقيت بعض من الدول التي أقيمت بها مراسم للإمام الحسين عليه السلام أو لشعائره. فلنستمع أو لنشاهد أو لنكحل عيوننا بهذا الفيديو، وأعلم بأنه فيديو يغيظ أعداء أهل البيت عليهم السلام وأعداء الإسلام. تقبل تحياتي، صلى على الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وآل البيت حتى تحل عنا البركه. خليكم مع هذا الفيديو. مشيت العافيه يا حسين، ولو يا عافية ظلت من ذاك العصر، يا ذاك تدوس الخيل ما ملت. مشيت العافية يا حسين، ولو يا عافية ظلت من ذاك العصر، يا ذاك تدوس الخيل ما مل. عشر خيول وانت وحيد، الجسمك كل شي ما خل. عشر خيول وانت وحيد، بجسمك كل شي ما العاشقون الحسينيون من 52 دولة من القارة السمراء، بالتنسيق مع مركز الدراسات الأفريقية في العتبة العباسية المقدسة، حطوا رحالهم في مدينة أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام لتعزيته باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام في ذكرى محرم الحرام. والحمد لله، سبب اجتماعنا هنا لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام ولنجدد عهدنا له وللأئمة الأطهار، وأيضا لنعازيه باستشهاد ابنه إمام الحسين عليه السلام. جاءت هذه الجموع لكي تعزي المراجع العظام لا يسيما الإمام السيد السسان دام ظله. جاءت هذه الجموع من مختلف القارة، من جنوبها وشرقها وغربها. السائرون في التجمع حملوا في أكفهم المصاحف الشريفة نصرة للقرآن الكريم، ليسجلوا موقفا عقائديا مع منصان كتاب الله تعالى في وقفته بمعركة الطف الخالدة. القرآن كتاب السلامة، ولذلك الإسلام الدين الإسلام، كما قال الله مولاه علي بن أبي طالب عليه السلام: الناس صنفان، صنف إما أخو لك في الدين أو ندير لك في الخلق. ولماذا تأدوا على هذا الكتاب عزيز؟ لماذا؟ بأي ذنب تحرقون هذا القرآن؟ نحن أتيناه لكي نرجد عهدنا لإمام علي وماذا أصابه لابن إمام حسين عليه السلام، أو هدفنا لخروجنا هنا إن شاء الله. Bueno, esto también es Barcelona. Multicultural.